أرحب بكم أجمل ترحيب في مقر قيادة شرطة محافظة نينوى بناء على توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم. خصصنا يوم من كل أسبوع باللقاء بالأخوة الضباط والمنتسبين العاملين في مفاصل وزارة الداخلية وكذلك عوائل الشهداء والجرحى والأخوة المواطنين الأعزاء الكرام للاطلاع على المعاضل التي يعانون منها وإيجاد صيغ قانونية وفق الضوابط والقانون. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق إن شاء الله.